واتمنى زي ما دخلت عبد الرحمن ومحمود، واتمنى ان مازن يبقى له فرصه ان هو يخش الماتشات، ولو عملت له مفاجاه بقى ودخل ماتش بكره يبقى حاجه كويسه قوي يا رب. ان شاء الله نفسنا نفرح مازن وعبد الرحمن. طبعا مؤمن مرجان يعني وجه معروف للجماهير الزملكاويه. ازيك يا مؤمن؟ الله يخليك يا كابتن، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير والله، تمام الحمد لله. الحمد لله على السلامه الاول، ويعني انا مبسوط ان معاك النهارده يعني. الله يخليك يا مؤمن، الله يخليك. مؤمن، بكره الناس بتنقسم قسمين، كل جمهور الاهلي عايز الزمالك يخسر. لا اكيد وده طبيعي، ده طبيعي جدا. وجمهور الزمالك امنيه حياته ان البطوله دي بالذات مظبوط الزمالك يجيبها، لان بعد مواسم مش ظريفه. مظبوط صحيح. مباراه بكره مباراه مهمه ان شاء الله لفريقنا.